دون انتظار مساعدة قد لا تأتي إلا بعد زمن. شرع المواطنون في المهرة بإصلاح ما خلفه إعصار لبنان من دمار في ممتلكاتهم ومصادر عيشهم، عمل جاد ومجهد يقوم به هؤلاء لإعادة فتح منازلهم ومحلاتهم. احنا والله البيت حقنا كله تهدم. فين؟ في حافة تسرة، وعندنا أغنام رهن 15 راس، والثلايات واللي فيها كله راح، والحواش وهذا كله يعني تهدموا، يعني نص المنطقة كلها روحت. يتحدث المواطنون هنا بالكثير من الحسرة عن الدمار الواسع الذي خلفه الإعصار في المنطقة. مزارع اختفت بالكامل وتصحرت بين ليلة وضحاها، ومصادر عيش يعتمد عليها الكثير من المواطنين أصبحت في خبر كان. كان عندنا زراعة ذرة حمراء وذرة شامية. المهم جاء السيل في ليلة الأحد بالليل اجتاح هذه الأماكن، وفي صباح يوم الاثنين أصبح السيل يعني واحد كله من الواد من الجبل إلى أسفلت، فوقنا أسفلت، جنبنا أسفلت، أصبح ذا واحد، يعني البيوت هذه كلها تحت السيل. تقرير حكومي قال إن المديريات الأشد تضررا من إعصار لبنان هي الغيضة وقشن وحصوين ومنعر والمسيلة، وقد خلف جملة من الأضرار البشرية والمادية إضافة إلى موجة من النزوح. يقدر التقرير عدد الأسر المتضررة ب 3750 أسرة، معظمها في الغيضة مركز المحافظة. نزحت هذه الأسر لمراكز إيواء مؤقتة في المدارس والمساجد والمرافق الحكومية. يؤكد التقرير أيضا بأن طائرات الجيش والتحالف العربي أخلت 400 أسرة، بينما يشتكي بعض المواطنين من الإهمال ويقولون بأنهم واجهوا الإعصار وحيدين دون أي مساعدات. والله ولا أي شيء، الحمد لله لما الجيران والشباب والرجال ما جاء تحالف ولا جاء أي شيء. والله حسنا عانينا عانا أول مرة أشوفها. كل شيء تخرب داخل الفندق، حوالي الفندق، الجامع، كل كامل، المدينة كاملة، حتى المزارع كامل طاحت. المهرة محافظة منكوبة، كما أعلنتها الحكومة، لا تزال آثار الإعصار شاخصة، ويبقى المواطنون في انتظار ما ستفعله السلطات المعنية لرفع الأضرار والحد من استمرار معاناتهم.